تجمع عشرات آلاف الإيرانيين في وقت مبكر اليوم في وسط طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى الأحد في حادث تحطم مروحية في شمال غرب إيران وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي. تجمعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها حيث سيؤم المرشد الأعلى للجمهورية الصلاة على جثمان رئيسي وسبعة من الوفد المرافق له بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وتحطمت المروحية الأحد على سفح جبل في شمال البلاد وفي ظروف مناخية صعبة، وكانت متجهة إلى مدينة تبريز بعد تدشين مشروع سد على الحدود مع أذربيجان. وفي العاصمة رفعت لافتات ضخمة تشيد بالرئيس الراحل ووصفته بالفقيد. آية الله سيد محمد البهروز قديمي كاروان الشهداء از جنس السادات بر روی دستان شماست فریاد میزنید.